إذن توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت. نمر الآن إلى تمرين رقم 2. نعتبر عارضة متجانسة أفقية كتلتها مهملة وقابلة للدوران حول محور ثابت. عارضة هي هذه O A B C. إذن هذه العارضة فيها عدة نقاط أو عدة ثقوب يمكن استغلالها، قابلة للدوران حول محور دلتا عمودي عليها كما نرى، ثم منحى الدوران وهذا الأسود يقول لنا منحى. هناك عدة قوى F3 وF2 مائلة ثم F1. إذا نطبق ثلاث قوى شداتها كالتالي: F1 17 نيوتن، F2 25 نيوتن، F3 23 نيوتن. نعطي OA 16 سنتيمتر، من O حتى الـ A 16 سنتيمتر، OB 37 سنتيمتر، OB 37 سنتيمتر، OC 60 سنتيمتر، OC 60 سنتيمتر، ألفا هاد ألفا هادي ديال الانحراف أو هاد الزاوية اللي كاينة ما بين هاد الرأسي الشاقولي و F2. السؤال الأول: أحسب عزم كل من القوى الثلاث بالنسبة لمحور الدوران دلتا. إذن جميع الثلاث قوى نحسب عزمها. ثانيا: استنتج مجموع العزوم بالنسبة لمحور دلتا، هل العارضة في توازن؟ علي الجواب. عندما نتكلم عن مجموع العزوم يجب إضافة كل القوى التي لم تظهر من غير F1 وF2 وF3، إذن يجب إضافة B و R. نعم، إذا الآن نمر إلى تصحيح هذا التمرين. إذا نبدأ بالسؤال الأول، تصحيح التمرين رقم 2. لدينا الشكل، نعيد الشكل بأكثر وضوح. السؤال الأول: حساب عزم كل قوة بالنسبة لمحور الدوار دلتا. إذا عزم قوة، العزم بالنسبة لمحور دلتا للقوة F1 يساوي ناقص F1 OA. لماذا ناقص؟ لأن منحى الدوران معاكس للمنحى الذي تسعى إليه F1. F1 تجر العارضة إلى الأسفل، يعني تريد إدارتها في هذا الشكل في هذا المنحى، بينما منحى الدوران لدينا على هذا الشكل. إذن سالب. تطبيق عددي، نعوض: عزم قوة F1 يساوي ناقص 17 نيوتن، من جهتنا 17، إذا جهتنا من الشدة ديال F1 هي كاينة، نعم، ثم في 16 سنتيمتر نحولها للمتر، نضربها في 10 و ناقص 2 يساوي ناقص 2.72 نيوتن بار متر. إذا نتابع: عزم القوة F2 يساوي ناقص F2 D2 في نهاية F2، من طبيعة الحال F2 هي هذه، ثم D2 هي المسافة ما بين خط تأثير القوة F2 ودلتا. إذا خط تأثير، فين خط تأثير؟ هو خط التأثير والمحور دلتا. إذا سينس ديال بيتا هذه الزاوية، بما أن قمنا برسم خط تأثير للإف اثنان، المسافة بينه وبين محور الدوران هو بالأحمر دي اثنان، سيكون قائم الزاوية هنا، لأن شنو المسافة ما بين نقطة ومستقيم؟ هي المسافة بين هذه النقطة والمسقط العمودي لها على هذا المستقيم. إذا فين هو المسقط العمودي ديال أو على خط التأثير؟ هو هذا، هو النقطة هذه، يمكن نسميوها H مثلا، نسميوها B، ولا نسميوها أي شيء. نعم، إذا سينيس ديال بيتا كيساوي الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل هو دي اثنان، والمسافة اللي بغينا على الوتر ديال هاد في هاد المثلث، الوتر هو أو بي. إذا سينيس بيتا كيساوي دي اثنان على أو بي. حنا شنو بغينا؟ بغينا دي اثنان. إذا دي اثنان شنو كتساوي؟ إذا دي اثنان تساوي أو بي في سينيس بيتا، زائد ألفا زائد بيتا كتساوي بي على اثنان. هاد الزاوية هادي إلا زدنا عليها هاد الزاوية كتساوي بي على اثنان. علاش؟ لأن هاد
الفا الكنانة هي الكنانة. إذن هاد الفا اللي زدنا عليها هاد البيتا كتعطينا كتربي على 2. نعم، إذن هذا كيعني بأن بيتا تساوي بي على 2 ناقص الفا. إذن الآن يمكن أن نحول من بيتا إلى الفا، لأن الفا نعلم قيمتها. إذن لدينا الفا تساوي 30 درجة. إذن متابع، إذن عزم القوة F2 يساوي ناقص، قلنا لماذا ناقص؟ لأن F2 هي أيضا تجر أو تحاول لها مفعول دوران في المنحى المعاكس لمنحى الموجب. إذن في OP في سينيس ديال B على 2 ناقص ألفا اللي هي بيتا. إذن تطبيق عددي نعوض، إذن عزم القوة F2 يساوي ناقص 25. 25 شنو هو؟ هي الشدة ديال F2، هي ثم 37. من جاتنا 37 قمنا بالتعويض، عوضنا ألفا بقيمتها، منساوش بأن الراديو بي على 2 سنعوضو 30 درجة، عوضوها بقيمتها. إذن 180 درجة تقابل بي، 90 درجة تقابل بي على 2. إذن 30 هي بي على 2 على 3، إذن فقدنا بي على 6. إذن ثم نعوض، إذن نضرب في 10 أس ناقص 2 للتحويل إلى المتر. سينيس ديال 90 درجة ناقص 30 بحال هنا، خلينا بالدرجة والحساب كله بالدرجة، وحتى الكالكولاتريس على الحاسبة يجي برمجتها أو ضبطها على الدرجة. والمرجو الانتباه، هل هاد الآلة الحاسبة هل هي مضبوطة على الدرجة أو الراديو؟ يجب الانتباه إلى ذلك للحصول على هذه القيمة ديال 8.01 نيوتن بار متر. الآن ننتقل إلى عزم القوة الأخيرة وهي F3. F3 فين هي F3؟ هي هذه. نلاحظ بأن F3 خط تأثيرها يمر من محور الدوران. إذن ما هي المسافة بين محور الدوران وخط التأثير؟ صفر. وبالتالي العزم كذلك يساوي صفر. هذه القوة ليس لها مفعول، ليس لها مفعول، وبالتالي عزمها يساوي صفر. نمشيو للسؤال الثاني. استنتج مجموع العزوم بالنسبة لمحور الدوران دلتا، هل العارضة في توازن؟ علي الجواب. إذن ثانيا حساب مجموع العزوم. إذن طبيعة الحال باعتبار وزن العارضة مهمل، إذا كان وزن العارضة مهمل كما هو في التمرين كتلتها مهملة، وبالتالي ف بي تساوي صفر. إذن مجموع العزوم بالنسبة للمحور دلتا يساوي عزم القوة F1، عزم القوة F2، عزم القوة F3. إذن تساوي، إذن نجمع الأعداد القياسات القيم الجبرية فنحصل على المجموع، إذن ناقص 10.73 نيوتن متر. بما أن مجموع عزوم القوى المطبقة على العارضة غير منعدم، فإن العارضة ماذا يحدث؟ لا توجد في حالة توازن، إذن ليست في توازن. إذن شكرا وإلى اللقاء في تمرين آخر.